السبب ديالي التواجد ديالي هنايا في هاد لافونت بريفي. اولا تحيه كبيره للناس ديال تطوان، يعني استقبلوني بواحد الحفاوه ماشي عاديه، بالطاقه المراكشيه، بالضحك، بالورد، بالشوكولاد، باللي بغيتي. هذا اثلج قلبي بالفعل، فرحت بزاف بالناس ديال تطوان، بالنساء ديال تطوان، بالرجال ديال تطوان. شكرا بزاف يعني لحسن الضيافه. دونك الاستقبال اللي هو مزيان بزاف، وانا مازال خاصه لانه انا قضيت الطفوله ديالي هنايا في تطوان، فالناس ديال تطوان عندهم واحد المرتبه خاصه جدا. داكور، نبغى نعرف الجديد ديالك. الجديد ديالي الفني، انا دابا في صدد يعني مشيت واحد الاتجاه ديال مدونه ولا انفلونسوز، يعني واحد الباب اللي يلا حليته واللي بديت كنستمتع فيه. عندي كلكو بروبوزيسيون اللي كندرسهم، وفي نفس الوقت يعني تعرض عليا فيلم طويل او فيلم مطول، فانا كان في صدد يعني قراءه السيناريو نشوف ان شاء الله، وكاين اوت بروجي اللي نفضل حتى الوقت ان شاء الله نتكلم عليهم. واش في هذا البروجي هذا ديال الفيلم واش غنشوفوا امل في شي دور اللي هو مختلف على الادوار اللي قدمتي؟ اكيد، لانه انا كاع الاقتراحات اللي تقترحوا عليا يعني مؤخرا كلهم كانوا شخصيات اللي هما كانوا شويه قراب من الشخصيات اللي انا لعبت، فانا كنحاول دابا يعني نكتشف شخصيات جداد اللي هما غادي يضيفوا الامل صقر كممثله. واخا شفنا مسلم هذه ثاني اغنيه اللي كيستروا وكتكون رومانسيه، نعم. واش نقدروا نقولوا ان امل صقر كان التاثير ديالها قوي على الزوج ديالها؟ لا، انا كنشوف بانه الخامه الصوتيه ديال مسلم يعني هي خامه اللي تقدر تغني كل الالوان، ف وهو اول لون اللي اختاروه هو هذا اللي شويه راي شويه يعني مع ايمن سرحاني. وهذا اللون هذا بالذات دائما كيتكلم على الحب، كيتكلم يعني على الغرام معروفه فيها، فهم اختاروا هذاك الموضوع واشتغلوا عليه. اما بالنسبه للتسريب، انا تفاجات بحالي بحال كاع الناس، ما عرفتش شنو وقع، ودي امور اللي كتوقع في الميدان الفني. ولكن شنو رايك يعني التسريب اثر ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ تفاجات بحالي بحال كل يعني الناس اللي هما تبعوا هذا الشيء، والتسريب دائما كيجيب ضجه، لانه كتكون شي حاجه مسربه، شي حاجه كتكون اكسكلوزيف، ما عرفوهاش الناس، مازال ما سمعوهاش، مازال ما تكلم عليها حتى شي واحد، فهي كتكون خاصه. فكل شيء يعني هذا الامر هذا كيثير الفضول ديال الناس، وبالتالي كينتشر بواحد الطريقه ماشي عاديه. ماشي خديت ضد او مع التجميل، انا مع اي حاجه اللي تقدر على انها تخليك ولا تساعدك انك تحتفظي على الشبابيه ديالك، وتحتفظي على الوجه ديالك مني كانت عمرك 20 عام او 25 عام، حيت حنايا كنتغيروا مع الوقت، كي توتا في نورمال. انا مع التجميل اللي ما كيغيرش الملامح ديال المراه ولا ديال الرجل بواحد الطريقه يعني مشوهه، بحال الشنايف الكبار ولا الفم الكبير، الحناك الكبار ولا انا مع التجميل الزوين السوفت اللي ملي كتشوف كتجيك هذيك السيده دارت غير ريفريش، غير ولات ردات وجهها فريش، ما كتعرفي حتى شنو دارت فيه. انا مع هذا النوع ديال التجميل. واخا بما انك ذكرتي ديك شنيف كبار، شفنا هاد الايامات الاخيره كاين موجه ديال كلشي كيكبر الشنيف ديالو، نعم. دونك شنو التعليق ديالك؟ انا كنحترم كل واحد والاختيار ديالو، اللي بغى يدير الفم كبير بصحته، اللي بغى يدير الفم صغير بصحته. انا مع احترام لكل الاذواق، وكل انسان حر في ذاته وحر في نفسه، وما عند حتى شي حد الحق يقول لك علاش درتي هادي ولا علاش ما درتيش هادي، كيبقى الجسم ديالو هو حر يدير فيه اللي بغى، فاللي دار شي حاجه بصحته وراحته. ولكن انا نقدروا نشوفوك شنو غادي كتكبر بديك الطريقه هذيك؟ انا دايره الفم، دايره الشنايف، كبرت فيهم ولكن شويه. يعني عمرك ما تقدر تعمل بحال ديك الشنايف كبار؟ القياس، انا هضر لي انا شخصيا حسب داكشي اللي انا كيعجبني. وتحيه كبيره للدكتوره جميله اطاناز، هي اللي هي ضد اي حاجه اوفر، دونك انا هادشي كتعجبني. واخا امل الكلمه ديالك للجمهور ديالي؟ الجمهور ديالي ما خصني كلام، خصني شعر، خصني بزاف ديال الحوايج باش نوفي الحق ديالو، وخصوصا الجمهور ديال هيبه بريس اللي كنوجه لهم يعني تحيه كبيره من هذا المنبر.
شكرا لدعمكم لسجاتكم لرسائلكم حبكم لا مشروط. يعني شنقول لكم، حب الناس شي حاجة كبيرة وشي حاجة اللي ما كتقيمش. كما قلت لك خصني مجلدات باش نوفي لهاد الناس حقهم. كنبغيكم بكل قلبي ولي خدكم عليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.